اليوم عندنا 160 رفيق ورفيقة يمثلون محافظات كل القطر مساحة الوطن، هن الأوائل على مستوى فروعهم ومحافظاتهم. عندنا هذه المسابقة لمدة 3 أيام في جو تنافسي حماسي بين الرفاق المشاركين. طبعا الهدف الأساسي هو حالة الإبداع والتميز الموجودة عند هذا الرفاق، تحفيزها وإطلاقها وتأطيرها في الإطار الصحيح من خلال لجان موجودة مختصة وأكاديمية، وأيضا فيما بعد نستفيد من هؤلاء الرفاق في تشكيل فرق ثابتة في المحافظات والمناطق في كل جغرافيا القطر العربي السوري. الإيجابية عم تكون غالبا محرض للي أقل سوية أنه بالعام اللي وراه يكونوا فعالين أكثر. أنا لاحظت عبر كم سنة أنه في كانوا بصف 7 أطفال تقريبا، فيك تقولي بالصف 10 والحادي 10 كانوا مختلفين 80%، يعني من خلال تمرين أو خلال متابعة قراءة نوطة أو تدريب صوت إذا كان مغني. لذلك هلا احنا عم نحس أنه في يعني حالة إرشادية من خلال فروعات الشبيبة والمدربين الموسيقيين اللي عم يفهموا كيف عم يتعاملوا مع الشاب المراهق، كيف ممكن يوجهوه توجه موسيقي وتذوق موسيقي صحيح. هذا الهاجس تبعنا انه يكون في رعايه ويعني احتضان للاشخاص هذول، وصارت طبعا هي من منظمه الشبيبه، طلع كثير اشخاص طلعوا لمسابقات دوليه وظهروا كاسماء مهمه. يعني انا طيبه الكبيسي من فرع الحسكه مجال التمثيل، انا بدي احكي لرفقاتي عن هالتجربه كيف كانت حلوه، وتشاركنا مع اصدقائنا من جميع المحافظات يعني اوقات حلوه عم نقضيها سوا، في جهد وفي تعب بس ان شاء الله نطلع بنتيجه. نحن من محافظه السويداء جايين على دمشق مشان بالمشاركه في الفعاليات، بعزف على الاورج، اجواء حلوه كثير، تعرفنا على بعضنا في اجواء منافسه، ورفقاتنا من باقي المحافظات يعني كلياتنا تعرفنا عليهم اليوم. رفيقة ريم بوسا فرع طرطوس، موهبتي التمثيل، عم نعيش أجواء هون كتير حلوة مع رفقاتنا، تعرفنا على ناس كتير من كل المحافظات، هذا الحلو، حلو التعاون والتشارك، كمان كان في جهد عنا هون، وبنفس الوقت كان في أوقات كتير حلوة إنه نحن مع بعضنا وعم نتعرف. الرفيق الشبيبي كرم حسن محمود من فرع اللاذقيين، الموهبة عازف على آلة القانون، التجربة حلوة كتير للتعرف بين المحافظات السورية، خصوصا بالوضع الراهن الحالي لبلدنا سوريا، لازم نتعرف على بعض أكثر ونتقوى أكثر بالتعرف على بعض ونجرب تجارب إنه نعيش مع بعض كسوريين بهالأزمة. وقت كنا بحلب أجوا قالنا أستاذنا اللي بدربنا إنه في مسابقة لتصير بدمشق مشان إنه هي على إنه على المحافظات السورية كلها، فصار إنه رحنا وتسابقنا هنيك، بعدين انه انقبلنا وطلعنا مستوى الفرع. انا ببكي انا ببكي من قلب محروق عبلادي وعولادي اللي صاروا تراب يا عيوني. الرفيقة الشبيبية إيناس الأحمد من فرع ريف دمشق، وموهبتي الغناء، وبحب أحكي عن التصافي هون اللي صارت بالمدينة الجامعية، إنه ردينا اجتمعنا ردت اجتمعت سوريا يعني من أول وجديد، وعم تتم هلأ مسابقات التصافي لنشوف مين أجمل صوت، حتى مو بس بالغناء بكل المجالات. أملي دايما كان يا بلدي.